خلينا نفتح كتبنا المقدسة على إنجيل متى الإصحاح السادس. متى إصحاح الستة رح أقرأ من عدد الخامس والسادس وبعدين عدد 16-18. متى الستة عدد 5: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. عدد 16: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صمت فدن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مبارك اسم الرب، مبارك كلمته لنا في هذا المساء. تكلم اليوم عن الله الذي يرى أعمالنا التي في الخفاء. الله الذي يرى أعمالنا في الخفاء، وهو يقول لنا في هذا المقطعين اللي قريناهم مرتين أنه أبوك الذي في السماوات اللي في الخفاء، ما تعمل في الخفاء هو يجازيك علانية. هو يقول أنا أجازيك علانية. فإذا أنت طلبت وجهي في الخفاء بالصلاة، الصوم، بقراءة كلمة الله، إذا أنت عملت هذا فعلا حتى تعرفني أكثر، إذا أنت عملت هذا فعلا حتى تقترب من عندي أكثر، إذا أنت عملت هذا فعلا حتى تختبر حضوري أكثر، أنا يقول الرب سأجازيك علانية. أمين. حباي، الحياة هي أكثر من مجرد شغل وتحصيل فلوس. الحياة هي أكثر من مجرد زواج وخلفة. الحياة المسيحية هي أكثر من مجرد قوانين ووصايا نطبقها ونحفظها، لكن المسيحية هي علاقة شخصية حميمية مع الرب يسوع. وإذا أنت ما تملك هذه العلاقة فأنت لا تملك أي شيء. وأنت تملك الملايين وما تملك علاقة حميمة مع الرب يسوع فأنت بالحقيقة لا تملك أي شيء. في متى إصحاح السادس الرب يكرر كلامه 3 مرات. قل لا تهتموا، قل لا تهتموا بما تأكلون. في مكان آخر يقول لا تهتموا لحياتكم، لا تهتموا للغد. يختم كلامه في متى 6:33 يقول ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لنقولها مع بعض: اطلبوا أولا، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. اطلبوا أولا. ولهذا نحن نصوم أولا في بداية كل سنة، لأنه هو يقول اطلبوا أولا. لاحظوا يسوع يقول لما تطلبني أولا، لما تخليني في بداية السنة، عندها أنا راح أتحرك وأنا راح أبارك حياتك. أمين. قصة تتكلم عن أحد قبائل الهنود الحمر في أمريكا. كان عندهم اختبار، والاختبار هو لاختيار المحاربين الأشداء في القتال، اختبار خاص حتى يختارون المميزين المحاربين بالقتال. وهذا الاختبار كان يتضمن واحدة من الفقرات مالته تسلق أحد الجبال العالية والوعرة جدا والوصول إلى القمة. هذا كان الهدف. كثير من المشاركين بهذا الاختبار كانوا يفشلون في الوصول وين؟ للقمة. كانوا يقدرون يتسلقون لكن الوصول للقمة كان للقليلين. وبعض المشاركين لما شاركوا كانوا
يدعون أنهم وصلوا للقمة لكن بالحقيقة لم يصلوا. والطريقة للقائد كان يعرف أنهم وصلوا للقمة أو لم يصلوا، وأنه كان يسألهم سؤال، كان يقلهم ماذا رأيتم في قمة الجبل؟ ولهذا لما كان يقول وصلت، لما كان يعرف شيء يجاوب كان يفشل في الامتحان. والجواب الصحيح أنه لما يوصل للقمة، الجواب الصحيح كان لازم يقول رأيت المحيط. لما يوصل للقمة كان يشوف المحيط. بالحقيقة هذا هو بالضبط معنى الصيام. فالصيام هو مثل صعود جبل، كل يوم تتواجه نوع من الصعوبة، معدتك توصوص وتقرقر وذهنك يقول لك صعب، وأصدقائك يقولوا لك صعب، والناس يقول لك هذا تطرف مو داعي، تقدر تأكل تقدر تشرب، أنت ما تحتاج يعني، كافي أسبوع طوخته. لكن أنا جاي أقول لكم أنه مو تطرف أنك تقول يا رب أنا أحتاجك جدا أنه تقوم سبلي في بداية هذه السنة، من يقول آمين. أنا أحتاج من عندك أنه تبارك عائلتي وأولادي، من يريد الله يبارك عائلته وأولاده، كلنا نريد. أنا أريد أترك ميراث روحي لعائلتي، من يقول آمين. أنا أريد أرى نفوس تخلص، من يقول آمين. تعرفون الله يكرم مثل هذه الصلوات، وهو يقول ما تفعل في الخفاء أنا سأجازيك علانية. لاحظوا يسوع صام في البرية في الخفاء لمدة 40 يوم. ما كان أكو أحد في البرية، كان أكو أحد؟ ما كان أكو أحد سوى الآب ويسوع والشيطان، الآب ويسوع والشيطان. لذلك أقوله أنه ثلاث أشخاص يشوفوك لما تصلي وتصوم، الله وإنت والشيطان. الشيطان جاء إلى يسوع وقال له إن كنت أنت ابن الله، بمعنى إذا أنت تكون، إذا أنت كنت من تدعي أنه أنت. الشيطان هاجم يسوع بشنو؟ في هويته، إن كنت أنت ابن الله. ويسوع أجاب في كل مرة مكتوب مكتوب مكتوب، أنا أعرف من أكون أنا. تعرفون هذه الحرف في الخفاء ربحت لما يسوع قال مكتوب ثلاث مرات. الشيطان قال له إن كنت أنت ابن الله، ويسوع رد ثلاث مرات مكتوب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. مكتوب لا تجرب الرب إلهك، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ولما نجح في هذه الامتحانات يقول الكتاب رجع يسوع بقوة الروح من البرية. لاحظوا يسوع لم يحول الحجارة إلى خبز، يسوع لم يرمي نفسه من أعلى حتى يتخلص من قبل الملائكة، يسوع لم يسجد للشيطان حتى يمتلك جميع ممالك الأرض، كل هذا لم يحصل. لكن يسوع رجع بقوة الروح القدس من البرية. واليوم ممكن أنت ترجع إلى خدمتك بقوة الروح القدس في بداية هذه السنة، من يقول آمين. ممكن عملت أشياء رائعة سنة 2022، لكن اللي الله محضره إليك اليوم هو أشياء لم تراها، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، أشياء لم تتخيلها، أشياء لم تفكر فيها. هذا اللي الله محضره إليك اليوم في نهاية 21 يوم صوم وصلاة، من يقول آمين. اليوم من يقول أنا راح أصلب الجسد؟ يا رب أنا راح أجيلك اليوم من كل قلبي، أنا راح أكرس حياتي وأكرس هذه السنة بالذات
لك يا رب، أنا جاي لك من كل قلبي. أمين. في يوئيل 2 العدد 12 يقول: ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم وبالبكاء وبالنوح. أعيد شوفوه على المونيتور: ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل صح بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. تعرفون لما عيوننا تكون ناشفة قلوبنا تكون ناشفة أيضا. اليوم أتساءل: متى آخر مرة بكيت قدام الرب؟ متى آخر مرة تبت قدام الرب؟ لما عيوننا تكون ناشفة فعلا قلوبنا تكون ناشفة أيضا. رب كأنه دا يقول ارجع إلي. تذكرون لما كان حضوري عليكم وكنتم حساسين إلي؟ أول ما جيت للرب أنا أريد أعمل هذا مرة ثانية في حياتكم. وهذا يحصل لما تصومون، لما تصلون، لما تنوحون. أمين. تعرف مهم جدا أن تكتب قائمة ليش تصوم. مهم جدا. أنا سويت قائمة وعبرت الورقة ده حول على الورقة الثانية. ليش لازم تكتب قائمة؟ لأنه لما أنت تريد تستقيل، لما أنت تقول خليني أبطل اليوم تمرضت خليني آكل، أو يمكن المعدة لما تصرخ جوعان جوعان جوعان، لما كل قوة الشر تتحرك ضدك لما تصوم أكيد الشيطان راح يجي، ولما يصير عندك مشاكل، لما يصير عندك مشاكل بالبيت، لما يصير عندك مشاكل بالشغل، تعرف إنه هذا متوقع، متوقع جدا. لاحظوا المعجزة واستجابة الله ما تجي في فترة الصوم دائما، لكن عادة المعجزة في حياتك تجي يمتى؟ بعد الصوم. ولما أنت تصوم وبأمانة الله سيجازيك علانية. لكن أيضا مو مهم بس تكتب ليش تصوم، لكن مهم جدا في هذا الصوم أن تسأل الله في أمور كبيرة، تسأل الله عن إرشادات إلهية لحياتك، تسأل الله عن مشيئة الله لحياتك، اسأل الله أن يطلق دعوته على حياتك. فالله وحده يعرف الأفضل لك. ماذا أسمع؟ آمين. الله وحده يعرف ما هو الأفضل لك. اسأل الله عن تطهير شخصي لحياتك. تعرفون الصوم هو تطهير لهيكل الروح القدس اللي هو جسدك. الصوم هو تطهير لهيكل الروح القدس اللي هو جسدك. في يوم من الأيام إسحاق خدع بسبب الجوع اللي حاسبينه. الحقيقة إسحاق وعيسو الاثنين بسبب الجوع في يوم من الأيام خدعوا بسبب الجوع اللي حسوا بينه. في يوم من الأيام عيسو كان مشتهي صحن عدس، ويعقوب أخونه قال له أعطني بكوريتك وأنا أعطيك العدس، وعيسو وافق. عيسو اختار العدس على البركات الروحية. يمكن نحن نضحك، بس تعرفون هذا ما زال يحصل اليوم، وهذا ما زال يحصل في وسطنا اليوم في وسطنا. لكن الله يرى ما تفعله أنت في الخفاء. في يعقوب 4:8 يقول: اقتربوا إلى الله، اقتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. لاحظوا الله دا يقول أنا ما أريد أن أولادي يكون عندهم أيادي قذرة، أنا ما أريد أولادي يكون عندهم قلوب نجسة، أنا ما أريد أولادي يكون عندهم عقول مزدوجة ذوي الرأيين، لكن أنا أريدكم تجون عندي في موسم من الصوم والصلاة وتقولوا لي يا رب طهر إيدينا. من يجي يقول يا رب طهر إيدي، طهر قلبي، طهر لساني، طهر أذاني،
طهر سلوكي، جدد ذهني. يا رب رد إلي بهجة خلاصك، فرغني من ذاتي، خليني أمتلأ من روحك. من يقول أمين؟ كورنثوس الأولى صحاح العاشر عدد السادس يقول كتاب: شعب إسرائيل طرحوا في القفر. ليش؟ بسبب شهوتهم الرديئة، بسبب شهوتهم للطعام. الرب ما راح يخليهم ميتين من الجوع، بس بسبب شهوتهم الرديئة، سبب تذمرهم. بولس يقول في كورنثوس الأولى صحاح السادس عدد 12: كل الأشياء تحل لي، لكن ليست كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. ولا يتسلط علي شيء اللي من ضمنه الطعام، يتضمن الطعام. لما يتسلط عليك الطعام، هذا الشيء لازم تتحرر من عنده. في بطرس الثانية صحاح الثاني عدد 19 يقول: لأن ما انغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. يعني الشيء اللي يغلبك، إذا الججارة تغلبك أنت مستعبد 100% لها، إذا الكاس ده يغلبك أنت مستعبد له 100%. إذا الأكل ماذا تقدر، ربي قال لك صوم وماذا تقدر الصوم، أنت مستعبد للطعام. في كورنثوس الأولى 6:10 عدد 7 هذه الآية، شوفوا هذه الآية إنذار. شنو إنذار إلنا؟ ومرات نشوف كلمات صعبة، يقول: فلا تكونوا عبدة أوثان. نحن يعني أكو واحد من عندنا يعبد أوثان؟ جاوبوني، أكو واحد يعبد أوثان؟ ماكو أحد. بس يقول: كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل وللشرب ثم قاموا للعب. تفهم كأنه الله دي يقول: لما أنا أدعوكم للصوم والصلاة وأنتم ما تهتمون، تستهزئون وتأكلون وتشربون، أنا أسمي هذا عبادة وثن. يعني بالضبط مثل ما تعبد وثن لما أنت ترفض أنه تصوم وتصلي، لأنه أنت ما تخلي اعتمادك على الرب كلية. هذول بعض من عندنا فاهمين غلط، بعض من عندنا ويمكن كثيرين من عندنا فاهمين الحياة غلط، فاهمين أنه نحن موجودين في هذه الحياة حتى فقط نتمتع بالحياة، وهذا غلط. نحن موجودين في الحياة حتى نقدم أنفسنا ذبيحة حية مقدسة لله، وكل ما أنت تقدم نفسك لله كل ما حياتك راح تتمتع بها أكثر. لما أنت تتمتع بحياتك أنت راح تخسر حياتك. لما أنت تقدم حياتك كل ما عندك لله، كل ما أنت راح تتمتع في حياتك أكثر مو أقل. تعرفون كنت دا أفكر أنه كل شيء في حياتنا يحتاج إلى تنظيف، كل شيء. السيارة تحتاج من وقت إلى آخر إلى شنو؟ تنظيف. البيت يحتاج من وقت إلى آخر إلى تنظيف. ونحن من وقت لآخر نحتاج إلى تنظيف أيضا، نحن نحتاج أن نتطهر. ولهذا نحن جايين هالثلاث أسابيع نعيد تكريس حياتنا من جديد. قلوا: يا رب أجسادنا ملكك، نفسي ملكك، روحي ملكك، ممتلكاتي هي ممتلكاتك، أولادي أولادك. عيد تكريس حياتك، وقتك، بيتك، أولادك. قلوا: يا رب كلي بجملتي ملكك. كورنثوس الثانية صح 7 عدد الأول يقول: يطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. شلون نطهر ذواتنا؟ لما نصوم، لما نتوب، قلوا: يا رب طهرني من كل دنس الجسد والروح. آخر شيء راح نتأمل بينه اليوم، ما راح نطول لأنه عندنا الشركة مع بعض. أخبار أيام الثانية صح 29، أخبار أيام الثانية صح 29 عدد 5 قصة تحكي عن الملك حزقيا.
يقول كتاب في عدد 5 أنه في السنة الأولى للملك حزقية، يقول كتاب فتح، يقول كتاب فتح أبواب بيت الرب وأدخل الكهنة واللاويين وقال لهم تقدسوا وقدسوا بيت الرب واخرجوا النجاسة، بين قوسين النجاسة الزبالة. وين موجود هذه الأشياء؟ في بيت الرب. سؤال، أنا دائما أسأل أسئلة لما أقرأ، لازم أسأل أسئلة وخلي ورقة. شنو اللي جاب النجاسة في بيت الرب؟ شلون تحول بيت الرب المقدس إلى مكان لتجميع الزبالة؟ شلون تحول من مكان تقديم ذبائح، شلون تحول هذا المكان المقدس إلى مكان يقول الكتاب أبوابه مغلقة؟ كانت أبواب بيت الرب أبوابه مغلقة ومتروك، والناس صارت ترمي بينه النجاسة الزبالة. لاحظوا عادة الناس كانت ترمي الزبالة وين؟ خارج المدينة. كانت الناس تروح ترمي، تروح إلى وادي هنوم وتحرق الزبالة هناك. لكن الناس تكاسلت وشافت أنه أبواب بيت الرب مغلقة. أبواب بيت الرب كانت مغلقة، المكان كان مهجور، كان متروك، والمكان واسع. فقرر أحد الأشخاص أن يرمي زبالة بيته هناك. جاء شخص آخر وشاف زبالة موجودة، سوى نفس الشيء، مثل ما عندنا قطعة قاع فارغة بالشارع، إذا قطعة قاع فارغة تندب الزبالة. بعد فترة امتلأ هيكل الله بأمور نجسة، وحزقيا الملك قال للكهنة واللاويين أخرجوا النجاسة خارجا، أخرجوا النجاسة خارجا. أحبائي، هذا هو الصوم، هذا هو الصوم. الصوم هو أنه أنت تأخذ شاور روحي، شاور روحي، أنك تتخلى عن كل أعمال الجسد، أنك تتخلى عن الأفكار الغلط، تتخلى عن النظرات الغلط، لأنه جسدك هو هيكل للروح القدس. أمين. لاحظوا، الله خلقك، الله خلقنا بشكل حسن جدا، بس إذا أنت ما تنتبه أنت راح تملأه بالنجاسة شوية شوية، مو دائما، شوية 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 تبدي تتجمع بينه أمور. لكن لما أنت تصوم أنت تأخذ وترمي الزبالة خارجا، أنت تفرغ نفسك من كل النجاسة الموجودة. لهذا نحن نحتاج إلى مواسم للصوم. يعني نحن ككنيسة نصوم، نصلي 3 أسابيع في بداية السنة، بس يحتاج أنه شخصيا أنت لما الرب يقول لك صوم، صوم يومين، صوم أسبوع، صوم 3 أسابيع، صوم، تحتاج من وقت لآخر قل له طهرني من النجاسة، أنا ملكك يا رب وأنا مكرس حياتي لك وأنا أريد أخدمك، بس أكو أشياء يا رب في هذا العالم تعلقت بي، فأنا جاي يا رب أتخلص من كل النجاسة اللي في حياتي. تعرف لما أنت تبدي تتجاهل كلمة الله، لما أنت تبدي تتجاهل حضور اجتماعات الكنيسة، لما شوية 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 تبلش ما تقرأ الكلمة، كنت تقرأ 3 أصحاحات قمت تقرأ أصحاح، قمت تقرأ سطر، قمت بالأسبوع تقرأ أصحاح، كنت تجي 4 اجتماعات بالشهر بلشت تجي 2 أسبوع، بعدين بلشت تجي 1 أسبوع، شوية 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 تصير الكلمات اللي ما نحبها. مرات نحن نتكهرب من نقول هذا مؤمن جسدي، شوية شوية، قول شوية 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 أنت تمتلأ بالنجاسة، أنت تبدي تمتلأ بأمور هذا العالم، تريد لو ما تريد. إذا أنت ما تقعد ويا الرب أنت راح تقعد ويا شخص غير مؤمن راح يملاك بزبالة. شوية 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 بحيث تصير مو حساس
للروح القدس. يبدي ما يهمك. تعرف لما تصوم انت تطلع النجاسة خارجا وحضوره يجي من جديد على حياتك. امين. تكوين اصحاح 32 يعقوب كان قصة تقول كان خايف انه اخوه عيسو جاي ومعه 400 رجل حتى يقتلوه. ويعقوب اخذ اولاده ال 11 وعبر مخاضة يبوق، قسمهم فرق حتى انه اذا جاء عيسو قتل مجموعة ما يقتل كل ال 11. ويقول الكتاب وبقى يعقوب وحده، عبرهم مخاضة يبوق وهو رجع، وبقى يعقوب وحده. ويقول الكتاب صارعه إنسان حتى طلوع الفجر، مثل ما أنت صارعت الإنسان العتيق خلال هذه 21 يوم صوم وصلاة. يعقوب صرخ الكلمات المشهورة اللي كلنا نصليها، لن أطلقك إن لم تباركني. بالأخير الملاك قال ليعقوب، قال لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. سؤال يوم، هل تريد بركة الرب سنة 2023؟ هل تقول له يا رب أنا لن أطلقك إن لم تباركني؟ هل تريد نعمة الله كما لم تختبرها من قبل؟ يمكن مختبر نعمة الله، بس هل تريد تختبر نعمة لم تختبرها من قبل؟ هل تريد أولادك، يمكن عندك أطفال صغار مثل فارس وفيبي، هل تريد أولادك خدام متباركين ومخلصين؟ إذا تريد تمسك بالله، قل له لن أطلقك إن لم تباركني. تعرف في اليوم التالي عيسو جاء ويانو 400 رجل وتقابل مع يعقوب، بدل ما يعقوب يجي ويقتله، يقول الكتاب عيسو ركض إلى يعقوب وحضنه وقبله، وبعد سوى وبكى. عيسو بكى لما شاف يعقوب وكان ناوي يقتله. يمكن تقول يعني يمكن فكرك تقول واو ايش قد حباب عيسو، يعني يعقوب سرق البكورية وجاء هسه يشوفه بعد ما المفروض يقتله، سامحه وحضنه وقبله. بس خليني اقول لك، مو عيسو الحباب، لكن الله. الله 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 هو الموضوع، ما له علاقة بعيسو أبدا، موضوع له علاقة بالله. الله أعطى يعقوب نعمة في عيون عيسو. أمين. تعرف الله ممكن يعطيك نعمة في عيون الناس، الله ممكن يعطيك نعمة في عيونه عيون الناس، الله يعطيك نعمة في عيون المسؤولين. صلي أنه الله يعطينا نعمة في عيون المسؤولين، صلي أنه الله يعطيك نعمة في عيون الحكام. وهذا يحصل فقط لما تكرم الله، هذا يحصل فقط لما تخليه أولا في حياتك. وهو قال ما تفعل في الخفاء أنا سأجازيك على نيته. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. اليوم هل تقول له نعم أنا بحاجة إلى تطهير؟ هل شعرت أنك أنت بحاجة أن تتطهر؟ هل أنت بحاجة أنه تقول له أريد أعيد تكريس حياتي اليوم، كرس جسدي نفسي روحي، حياتي ملكك؟ هل تقول له يا رب طهرني من دنس الجسد والروح؟
عينك تصلي، قل له يا رب أنا جاي أرمي الزبالة الموجودة جوا. طيب لو ما صليت أنت ممكن تطلع من هذا الصوم ريجيم فد 4-3 كيلوات إذا التزمت بالصوم وما صليت وما تبت، ممكن تطلع بريجيم زائدا اليوم عشوية مع بعض. بس هذه أهم لحظات في الثلاثة أسابيع، أنك أنت تقول له يا رب أنا جاي أرمي الزبالة خارجا، أنا جاي أتخلى عن الأعمال الغلط والأفكار الغلط والنظرات الغلط، أنا جاي أفرغ نفسي من كل شيء لا يرضيك. قل يا رب أنا جاي أفرغ نفسي كل شيء لا يرضيك، أنا جاي أفرغ نفسي من كل شيء يخالف طبيعتك يخالف شخصيتك، أنا جاي أفرغ نفسي من كل شيء غير مقدس كل شيء نجس، أنا جاي أفرغ نفسي من كل كبرياء كل أنانية كل غضب، جاي أفرغ نفسي من كل نميمة من كل رياء من كل كذب من كل طمع من كل محبة للمال من كل شهوة ردية من كل عبادة أوثان من كل خبث من كل نقص محبة. هل تقول له يا رب أنا أريد أتفرغ من كل شيء لا يليق أن أكون ابن، أريد أكون مرآة أعكس مجدك، أريد أكون مرآة أعكس مجدك. هل تقول له باركني، أنا أريد أن تباركني، أنا أريد تبارك أولادي، أنا أريد تخلص أولادي، أنا لن أطلقك إن لم تباركني، أنا أريدك تعطيني النعمة في عيونك، أنا أريدك تعطيني النعمة في عيون الناس. هل تقول له سامحني لأنه تلات بأمور هذا العالم، سامحني لأنه مرات شوي شوي صرت غير حساس للروح القدس، سامحني مرات يا رب صرت أسلك بالجسد، سامحني يا رب أنه صرت مؤمن جسدي، لكن اليوم يا رب أنا جاي أصلب الجسد، أنا جاي أصلب الجسد، جاي أصلب الجسد، جاي أصلب الجسد، جاي أجيلك من كل قلبي، أحتاجك اليوم من كل قلبي. ارفع يدي قل يا رب أنا أحتاجك اليوم من كل القلب، أحتاجك. يا رب قابوهم سبلي ارشدني عرفني مشيتك، يا رب طهرني طهرني، خلي ايدك على قلبك قلو طهرني. جدد ذهني، فرغني من كل شيء لا يرضيك حتى أعود أمتلأ بروحك. نتكلم اليوم مؤمنين، ممكن أنت مؤمن بس أنت ما مخلي الله أولا، خليه أخيرا، أنت مهتم بالأكل الشرب اللبس السفر، تركت الينابيع الحية، رحت تحفر لأنفسك أبار مشققة لا تضبط ماء،
له سامحني يا رب، سامحني لاني فترت، سامحني لاني اهتميت بحياتي الشخصيه، نسيت الملكوت. لكن انا جاي اليوم، جاي اليوم اتوب، جاي اتوب، جاي اتوب يا رب، لانه ضيعت دعوتي بصحن عدس.